محمد، عايزك هناك في موضوع مهم جدا. محمد يا وبقالي كتير جدا مش عايزه اقولها لك، عشان عارفه كويس ان انت عندك ضغط شغل، فكنت مستنيه تبقى رايق واكلمك في الموضوع ده، لانه والله يقيم علاقتنا الفتره الجايه. موضوع مهم جدا ما ينفعش اسكت عليه اكتر من كده. هنداوي يا هنداوي، هتخرجني ولا مش ناوي؟ صلي على النبي.